الصحيح أن من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم يصبه الفقر أو الحاجة. ما ورد في سورة الواقعة ورد في قراءتها فضائل ذكرها أهل التفسير مثل الإمام ابن كثير رحمه الله في أول تفسير سورة الواقعة. هي سورة عظيمة وتشتمل على معان عظيمة ومعان جليلة. ذكر الله جل وعلا فيها القيامتين، قيامة الكبرى في أولها والقيامة الصغرى في آخرها، وبين سبحانه وتعالى انقسام الناس عند القيامة الكبرى وانقسام الناس عند القيامة الصغرى، وذكر فيها آيات عظيمة دالة على وحدانيته وعلى قدرته وإسقاطه للعبادة، وبين فيها ثبوت البعث والحساب والرد على المنكرين لذلك. فهي سورة عظيمة بلا شك، ورد في قراءتها أدلة، أو يعني في فضل قراءتها أدلة تدل بمجموعها على أن هذه السورة في قراءتها فضل وفيها أجر من الله سبحانه وتعالى. نعم.